السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي لو سمحت أنا سأريد المحاضرة بالكامل ثم أنت تترجمها. تفضل بالجلوس لو سمحت. أنا اسمي ريما الجرف وأنا من الرياض من المملكة العربية السعودية. تخصصي مناهج وطرق تدريس اللغات وأيضا اللغة التطبيقية، وأدرس أيضا الترجمة من الإنجليزية إلى العربية و بالعكس. حرك لو سمحت الشرائح، حركها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Next one. Next. Three. طيب ماذا يفعل ثلاثة؟ طيب سأتحدث أنا محاضرتي عملية وتطبيقية، يستطيع الأساتذة بغض النظر عن تخصصهم وماذا يدرسون يستطيعون أن يتبعوا هذه الخطوات. قبل بدء الفصل الدراسي هناك بعض الأشياء التي ينبغي أن يقوم بها المعلم، مثلا يعد الجدول الفصلي للفصل بالكامل، يضع فيه مثلا مواعيد الإجازات، الاختبارات النهائية، أسابيع الدراسة، إذا كان طالب مثلا يدرس دكتوراه يضع برنامجه فيه والالتزامات الأخرى التي لديه. أيضا يقوم بتوزيع المقرر على الأسابيع، يحدد مواعيد الاختبارات الشهرية للطلاب، و يعد جدول الاختبارات ويعلقه للطلاب في الفصل وفي الموقع. أيضا يختار الكتب حتى يقرأ الطلاب من عدة مصادر، يعد ويجهز المقرر الإلكتروني المصاحب لما يعلمه في الصف، وأيضا يختار مواقع إنترنت تناسب المقرر والمادة العلمية التي يدرسها للطلاب، وإذا كان هناك مادة علمية إضافية يريد الطلاب أن يطلعوا عليها بأنفسهم يقرؤونها، أيضا يجهز المادة العلمية الإضافية، يعد الأسئلة والتطبيقات والأنشطة والوسائل التعليمية التي سيستخدمها، ويحجز القاعة ولا يدرس كل يوم في قاعة كما أفعل أنا في جامعة قازان، كل محاضرة في قاعة، يعني نفس الطلاب عندهم ثلاث ساعات، ساعة ونص في قاعة وساعة ونص في قاعة أخرى، نضيع ربع ساعة ننتقل من قاعة أخرى. طيب ما هو التعلم؟ فور أربعة. ما هو التعلم؟ أنا درست النفس التربوي. التعلم، تعريف التعلم في علم النفس التربوي، هو تعديل وتغيير في السلوك. السلوك لا تعني الأخلاق هنا، تعني أي نشاط عقلي أو جسمي يعني نقوم به بأيدينا أو اجتماعي أو مثلا انفعالي. الطلاب ماذا يحتاج الطلاب؟ يحتاجون إلى تعليم عالي الجودة، أيضا نستخدم في باللغة العربية نقول مدخلات ومخرجات عالية الجودة، يحتاجون تغذية رجعية، ويحتاجون تنوع، ويحتاجون تدريب يعني ممارسة، يمارسون ما يتعلمونه. مراحل التدريس ثلاثة، هناك مرحلة قبل بدء المحاضرة وأثناء المحاضرة أو الدرس وبعد الانتهاء من المحاضرة. طبعا قبل الدرس أو قبل المحاضرة يحدد الأستاذ المحتوى، المحتوى يعني المادة العلمية، الموضوع الذي يريد أن يدرسه، وأيضا يحدد المهارات والأهداف. هناك ثلاثة أنواع من الأهداف، أهداف معرفية، أهداف انفعالية، وأهداف نفسية حركية. أيضا العرض، كيف سيعرض المحتوى للطلاب، والعرض والتنفيذ، وكيف بعد الانتهاء من عرض المحتوى كيف سيقوم ما تعلمه الطلاب. في تحضير المادة العلمية هناك أمور ينبغي مراعاتها. ماذا سيتعلم الطلاب؟
المستوى اللغوي للطلاب إذا أنا أريد أن أعلم اللغة الإنجليزية، المعلومات السابقة للطلاب ماذا يعرفون عن الموضوع الذي سأدرسه، نقاط الضعف لدى الطلاب، ما المطلوب من الطلاب أداؤه بعد التخرج، المقررات الأخرى في البرنامج، المقررات السابقة التي درسها الطلاب والمقررات اللاحقة أو التالية التي سيدرسونها. ينبغي أن تكون أن تتمشى المادة العلمية مع آخر المستجدات في التخصص. نعلمهم معلومات حديثة ولا نعلمهم معلومات يعني كانت موجودة قبل 50 سنة. أيضا نضيف إلى المادة العلمية بعدا عالميا، ونستخدم عدة مصادر، مصادر ورقية من كتب وإلى آخره وإنترنت. أيضا نراعي تسلسل الموضوعات والمهارات، نضعها في تسلسل معين، نجهز الأمثلة والتدريبات للتطبيق، وممكن أن نضيف مادة إضافية تكمل الكتاب المقرر، مثلا نصور يعني تدريبات، مواضيع، قطع من مصادر أخرى. كيف نحدد الأهداف؟ حين أحدد الأهداف التعليمية، يعني مثلا في الصباح حين أخرج من البيت ينبغي أن أحدد إلى أين أنا ذاهبة، ما هو هدفي. لا أستطيع أن أخرج من الباب وأمشي في الشوارع بغير هدى، ينبغي أن أحدد الهدف إلى أين أنا ذاهبة، وأيضا أفضل طريق للوصول إلى المكان الذي أريد أن أصل إليه. نسأل أنفسنا ماذا يريد طلابي أن يكونوا، ماذا أريدهم أن يكونوا قد تعلموا في نهاية المحاضرة أو نهاية الوحدة، نهاية الأسبوع، نهاية الفصل، نهاية البرنامج الدراسي ككل. أنا اليوم أريد أن أدرس درس في القواعد مثلا المبني للمجهول، في نهاية المحاضرة ماذا أريد من الطلاب أن يكونوا قد تعلموا مني بعد أن أدرس درس المبني للمجهول. طيب، حين نحدد الأهداف ينبغي أن تكون الأهداف سلوكية ومحددة وقابلة للقياس وتحدد مستوى الأداء المقبول. طبعا الأهداف، وضع الأهداف مهم، مهم في التحضير وتنفيذ الدرس واختيار الأنشطة وتقويم ما تعلمه الطلاب. هناك 3 أنواع من الأهداف. نعم، 9. حول الله قوة الله. أوكي، الأهداف، أنواع الأهداف 3: أهداف معرفية هنا، وأهداف وجدانية، وأهداف مهارية حركية. الأهداف المعرفية الشريحة التالية. Next. الأهداف المعرفية عندنا 6 مستويات من الأهداف. المستوى الأول المعرفة، يعني مجرد أن يكون لدى الطلاب علم بالموضوع. المستوى الثاني الفهم والترجمة والتفسير والتأويل، وهذا يشمل إعادة الصياغة بأسلوب الطالب وإعطاء الأمثلة وإعادة الترتيب والتفريق والشرح. للأسف نحن مستوى تدريسنا لا يتعدى هذين المستويين، يعني ندرس ونختبر الطلاب فقط في هذين المستويين، المعرفة والفهم والترجمة والتفسير والتأويل. نفس المعلومات التي يدرسها الطلاب تأتيهم في الامتحان، ما تعريف كذا، صنف كذا، عرف كذا، اشرح الشيء الفلاني، هي نفس المعلومات. هناك مستويات أخرى، التطبيق وأيضا التحليل والتركيب، يعني ممكن يقرأوا عن موضوع معين
من عدة مصادر ويضعوا المعلومات سوا، يلخصوها مثلا ويدمجوها معا. وأيضا التقويم وهو إصدار الأحكام أو التحقق من مدى صحة معلومات معينة أو اتخاذ قرارات ووضع معايير. كما ذكرت سابقا، الأساتذة في أغلب الأحيان لا يعلمون الطلاب كيف يطبقون. يعني نحن ندرس مثلا قواعد لغة عربية للطلاب الناطقين بغيرها، نشرح لهم، لكن هم غير قادرين على استخدام هذه القواعد تطبيقها حين مثلا يتحدثون بالذات في المحادثة. طيب، الأهداف الوجدانية عندنا next. أهداف الوجدانية عندنا خمسة مستويات. أول واحد التقبل، وخاصة حين يشارك الطلاب في نشاط معين. الاستجابة، بأن يظهر الطلاب الاهتمام بالأشياء والنشاط ومتابعتها بمتعة. والمستوى الثالث التنظيم، وثم بناء القيم، ثم التقدير، أي تقدير الأشياء والظواهر والأنشطة واحترامها. طبعا الكلام هذا كله متخصص، الكلام هذا كله متخصص ونتعلمه في التربية، في كلية التربية. حتى أشرح هذا أحتاج يوم. طبعا أنا لخصت هنا ما يدرس الطلاب في فصل دراسي كامل أو حتى في 4 سنوات في كلية التربية. الأهداف المهارية أو الحركية، وتشمل 6 مستويات أو 6 مستويات صح، الإدراك والاستعداد والاستجابة تحت إشراف المعلم، وآلية التنفيذ المهمة، والاستجابة الظاهرة والمعقدة، والتعديل. طيب، أثناء الدرس ماذا يفعل المعلم أثناء الدرس؟ يخبر الطلاب بالأهداف والمهارات التي سيتدربون عليها، يثير اهتمامهم، يعرض المعلومة أو المهارة، يعطي الطلاب فرصة لتطبيقها تحت إشرافه، ثم يصحح لهم الأخطاء التي يقعون فيها، إعطاء الطلاب الفرصة لتطبيق المهارة معتمدين على أنفسهم بدون مساعدة المعلم، ثم التقويم وهو التحقق من مدى إتقان الطلاب للمعلومة أو المهارة، ويعطيهم فكرة أو يعلق على أي جوانب أتقنوها وأي جوانب لم يتقنوها. في عرض المادة العلمية يفترض أن نركز على المهارات العقلية العليا اللي هي التحليل، التركيب، التقويم، والتركيز على تطبيق المعلومات. ويفضل أيضا أن يقرأ الطلاب من عدة مصادر وليس كتاب واحد، يحاولوا أن يقارنوا بين الأشياء التي يدرسونها. ممكن يشرحوا الرموز، المصطلحات، الاختصارات، الرسومات، يربطوا المعلومات بعضها ببعض. نعلم مهارات قرائية جنبا إلى جنب مع المادة العلمية، ونستخدم الخرائط المفاهيمية. أوكي، next. 15. أوكي. طبعا ينبغي في عملية التعلم أن نراعي ونطبق ونعرف. المعلم ينبغي أن يعرف نظرية التعلم وعلم نفس التعلم، سيكولوجية التعلم. يعني مثلا في تعلم اللغة ينبغي حتى حين نصمم نضع الجدول الدراسي ينبغي أن نراعي نظرية التعلم وعلم نفس التعلم، سيكولوجية التعلم. يعني لا أضع محاضرات اللغة الساعة 6:30 في المساء، يكون الطلاب تعبوا ويريدون أن يناموا وجائعون. ولا نضع 3 ساعات وراء بعض التعلم الموزع على فترات قصيرة ومستمر عدة مرات في الأسبوع، أفضل من أن نعلم الطلاب 3 ساعات في يوم، واليوم التالي 3 ساعات، وبعد ذلك 5 أيام في الأسبوع لا يتعلمون أي شيء. طبعا إذا أنا مطلوب مني أن أدرس 3 ساعات علي أن أعطي مادة علمية تغطي 3 ساعات، لا أستطيع أن أدرس ربع ساعة
أجلس على الكرسي وأشرب قهوة. وإذا أعطيت مادة علمية لثلاث ساعات ستكون المادة العلمية كبيرة لن يستوعبها الطلاب، خاصة إذا كانوا يتعلمون لغة أجنبية. فإذا كان الطلاب يدرسون ست ساعات ينبغي الأفضل أن يدرسوا 50 دقيقة 50 50 50 50 دقيقة كل يوم على مدى الستة أيام في الأسبوع. طيب، نظرية التعلم باختصار هي في النظرية السلوكية معرفية إنه التعلم مفروض أن يتمركز حول الطالب وليس المعلم. الطالب مسؤول عن تعلمه. في النظرية البنائية تعلم التعاوني، انتقال أثر التدريب، الدافعية والحوافز، يعني نحن نحفز الطلاب على التعلم، نراعي احتياجات الطلاب، أيضا نعلم الطلاب كيف ينتبهون. أنا ألاحظ هنا في طلاب روسيا مثلا لا ينتبهون للمحاضرة إطلاقا، يعني يلعبون بالجوال، يتحدث مع صديقته، لا ينتبهون، ولا أشعر أن لديهم حافز للتعلم. يقول هذه اللغة العربية يعني مادة ثانوية، أنا ليش أتعب نفسي؟ يا هو قال لي، قال لي أنت كنت حاضرة معنا؟ نو نو نو